الحلقة السابقة قدمنا لكم 5 ألعاب مميزة لشهر نوفمبر. اليوم نستعرض لكم 5 تطبيقات مميزة لهذا الشهر، من بينها تطبيق سيجعل حسابك على الانستغرام مميزاً. أهلاً في أبتكار. البداية مع كوليجرام، تطبيق سيجعل من حسابك على الانستغرام مميزاً وجذاباً، حيث أنه يعمل على تقسيم أي صورة تريد إلى عدة أجزاء وصور صغيرة بحسب العدد الذي تريده أنت، وهكذا قم بنشر الصور على حسابك على الانستغرام على التوالي، وستحصل في الأخير على صورة ضخمة في حسابك، وكل من سيزور هذا الحساب سيندهش من الصورة، ومن يعلم قد يحصل على متابعين بالآلاف إذا عرفت كيف تستغل هذا التطبيق في جعل حسابك مختلف عن باقي الحسابات. التطبيق متاح بالمجان على أندرويد وآي أو إس مع مشتريات بداخله. ثانياً، المكتبة الروائية، تطبيق عربي حديث يستهدف عشاق الروايات والقراءة، حيث يحتوي على أكثر من 400 كتاب من مختلف الأصناف، الرعب، الأدب، الإسلام، المغامرات وغيرها من 15 قسم المتاح لك في التطبيق، والذي يمكنك تصفحها بكل أريحية. من مميزات التطبيق أنه عند تحميل أي رواية سيتم ذلك مباشرة داخل التطبيق، أي لن يأخذك لأي مصادر خارجية قد تشكل خطراً عليك، كما أنه يأتي بتصميم واجهة بسيطة تسهل عليك التصفح. التطبيق متاح بالمجان على أندرويد. ثالثا، بوكو لانشر، أتى هاتف بوكو أفوان بواجهة سلسة ومميزة والاستفادة منها على أي هاتف أندرويد آخر. شياومي أطلقت لانشر رسمي لهذه الواجهة على سوق بلاي. بعد تحميلك لها ستحصل أولا على صفحة رئيسية نظيفة وهادئة خالية من كثرة التطبيقات، وعند السحب لأعلى ستجد قائمة التطبيقات بعدة أقسام، حيث أن هذا اللانشر يقوم بتنظيم التطبيقات حسب مهامها، يضع تطبيقات التحرير لوحدها وتطبيقات التواصل لوحدها والألعاب لوحدها وهكذا. وطبعا يمكنك التخصيص والتعديل على هذه التطبيقات كيفما تريد أنت. بالإضافة إلى هذا يمكنك حماية خصوصيتك عبر إخفاء أيقونات التطبيقات التي لا تريد إظهارها. اللانشر متاح بالمجان على أندرويد. رابعا، إيكوزيا، رغم أن هذا التطبيق قديم نسبيا إلا أن القليل من يعرفه، في الواقع هو لا يقدم أي شيء مميز وغير موجود في باقي المتصفحات، فهو مجرد متصفح عادي مبني على كروميوم، ولكن بالمقابل استخدامك له سيساهم في تمويل عمليات التشجير، حيث أن جميع عائدات الإعلانات الظاهرة في التطبيق تستثمر في برامج تنسيق الحدائق وعمليات التشجير. ويدعي التطبيق أنه عليك إجراء 45 عملية بحث داخله من أجل زرع شجرة واحدة، ولحدود إعداد هذه الحلقة تم زرع 40,600,000 شجرة. غير هذا، فحسب ما كتب في وصف التطبيق فإنه لا يقوم بتتبع مواقع الويب التي تزورها ولا يبيع بياناتك للمعلنين. يمكنك تجربته بشكل مجاني بالكامل على أندرويد وآي أو إس. خامسا وأخيرا، كويد، من التطبيقات التي ستنال إعجابك إذا كنت من محبي الصور المتحركة والملصقات، فهو تطبيق مخصص لإنشاء ومشاركة هذا النوع من الصور، لهذا ستجد فيه ملصقات وصور متحركة حصرية لشخصيات متعددة قد تكون متعلقة بديزني أو سلسلة Game of Thrones أو مارفل وغيرها من برامجك المفضلة وأفلام الأنمي والكتب المصورة. يمكنك تحميلها واستعمالها أثناء التواصل مع أصدقائك في تطبيقات الدردشة، كما يمكنك أيضا إضافتها على صورك لإضفاء عليها قليلا من التميز والاختلاف. التطبيق متاح بالمجان مع مشتريات داخله على أندرويد وآي أو إس. انتهينا من عرض التطبيقات، الروابط تجدونها أسفل الفيديو. نلقاكم الأربعاء القادم وحلقة جديدة. إلى اللقاء.